البقاء لله، وفاة فنان مصري كبير، ننشر التفاصيل لكل المصريين. وفي مفاجأة كبرى، مصر تكشف طريقة الحفاظ على المياه بعد أزمة سد النهضة. وعاجل الأرصاد المصرية توصي المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. ولواء مصري كبير ينشر مفاجأة عن كيف قامت روسيا بتوجيه إنذارات جريئة للناتو. وعاجل الملياردير المصري نجيب ساويرس يتجه لبيع حصته في هذه الشركة. ننشر التفاصيل وبيان عاجل من الداخلية المصرية بشأن تفكيك شبكة إخوانية. في البداية زي ما متعودين عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا. وفي مفاجأة كبرى، مصر تكشف طريقة الحفاظ على المياه بعد أزمة سد النهضة. وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير إن مصر هتسعى للعمل على السيطرة على أبرز المشاكل اللي بتواجه مصر، وهي نقص المياه. والدولة بتسعى للتغلب على الأمر بشتى الطرق وبكل الطرق. وأوضح في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أنه فيما يتعلق بحصة مصر المائية من مياه نهر النيل، فإن مصر ليها حقوق تاريخية في هذا النهر ومش ممكن أنها تتنازل عنها، وإحنا بنطلب اللي بيتعلق بتاريخنا وبحق الشعب المصري. وقال أن مصر ليست دولة معتدية، يعني بطبيعة الأمر مصر لم تعتدي يوما ما على أي دولة أخرى. مصر دائما يعني في حالها زي ما بيقولوا يعني. وقال كمان إن النيل بيمثل أساس الحياة للمواطن المصري، وقال إن احنا بنأمل أن تدفع المنظمات الدولية بشكل قوي لتحقيق الاتفاق وكذلك الاتحاد الإفريقي. وتابع إلى جانب الحفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، نعمل من أجل ترشيد مياه الري عبر إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ولدينا محطات حصلت على أعلى التقديرات العالمية. وأوضح بشكل عام فإن هذه التوسعات تزيد المحاصيل وبتقلل الفجوة وبتستوعب عمالة بشكل أكبر، كما أنها تعمل على إقامة مجتمعات عمرانية بجوارها وترتبط بها أنشطة أخرى كالإنتاج الحيواني والتعبئة ومحطات التصدير والتصنيع الزراعي، كما نعمل على ترشيد المياه عبر الآليات والتكنولوجيا الحديثة ومحاولة السيطرة على المحاصيل اللي بتستخدم مياه كتير. عندنا مثلا زي الرز وزي الموز. المصدر معانا كان من سبوتنيك، وهذا كان بيان من وزير الزراعة المصري السيد القصير. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والبقاء لله، وفاة فنان مصري كبير. وأعلن منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث توفى في مستشفى لعلاج الأورام. يذكر أن آخر أعمال الفنان محب كاسر مسلسل سلسال الدم الذي عرض عام 2013 من بطولة الفنانة قديرة عبلة كامل ورياض الخولي وإخراج مصطفى الشال. ولد الفنان محب كاسر في مركز إسنا في محافظة إنا في 22 سبتمبر عام 46، وشارك في 170 عمل فني. فبدأ مشواره الفني في أوائل الستينات بفيلم يوم الحساب، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة كالحارس والبواب والغفير الصعيدي حتى بداية الثمانينيات. ومن أشهر أعماله الفنية الغريب والليل وجحا ولعبة المسمار والوديعة والظالم المظلوم وإلى أين تأخذني هذه الطفلة ودرس خصوصي جدا. المصدر معنا كان من القناة 24، يعني ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر قلوب أهله عليه. وأترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل الأرصاد المصرية بتوصي المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. وهيئة الأرصاد المصرية طلعت في بيان وحذرت من سوء الطقس وانخفاض درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ومناطق متفرقة من البلاد، ووصت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قالت
إن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد تشهد نشاطا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وبتوصل للعاصفة كمان على بعض المناطق، بتؤدي لتدهور في الرؤية الأفقية مما تزيد من الإحساس بشدة البرودة، وطلبت من المصريين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. أكد إن في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإن يوم الحد والاثنين القادمين ستتعرض القاهرة والمحافظات لانخفاضات شديدة في درجات الحرارة. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت في بيان عن استمرار تساقط الأمطار على مدن السواحل الشمالية خلال ساعات الليل، وتوقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مدن السواحل الشمالية مثل السلوم ومطروح والإسكندرية، بالإضافة إلى محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط. ويتوقعت سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الدلتا، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة ومدن القناة. المصدر معانا كان من موقع القاهرة 24 المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ولواء المصري كبير بينشر مفاجأة عن كيف قامت روسيا بتوجيه إنذارات جريئة للناتو. والخبير المصري اللواء سمير راغب أكد إن المطالب الأمنية الروسية للناتو برفض عضوية أوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والتراجع عن الانتشار وسط وشرق أوروبا مثلت إنذارات جريئة. وأضاف اللواء راغب في تصريح لصحيفة RT أن ما تم نشره أمس الجمعة في مسودة المطالب الأمنية الموجهة لحلف الناتو تعبر بالفعل عن شواغل روسيا الاتحادية، وهي تمثل محصلة مواقف روسية سابقة، حيث أثار فلاديمير بوتين مطلب الضمانات الأمنية في مكالمة فيديو الأسبوع الماضي مع الرئيس جو بايدن. وتابع أن نائب وزير الخارجية سيرغي ريباكوف قال إن علاقات روسيا مع أمريكا وحلف شمال الأطلسي اقتربت من نقطة خطيرة. أشار إن عمليات نشر وتدريبات الحلف بالقرب من روسيا قد أثارت القلق الغير مقبول لأمن روسيا. وأشار راغب إلى أن الجانب الروسي عبر في أكثر من مرة على أنه لطالما اشتكت موسكو من دوريات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من حدود روسيا ونشر السفن الأمريكية وحلف شمال الأطلس في البحر الأسود، ووصفتها بأنها مزعزعة لاستقرار روسيا. واللواء راغب قال على الجانب الآخر يكاد يكون من المؤكد أن ترفضها أمريكا وحلفائها بالأطلس، حيث قال الأمين العام للحلف إن الحلف تلقى الوثائق الروسية وأن أي حوار مع موسكو سيحتاج أيضا إلى معالجة مخاوف الناتو بشأن تصرفات روسيا، ويستند إلى المبادئ والوثائق الأساسية لأوروبا ويتم إجراؤه بالتشاور مع شركاء مثل أوكرانيا. راغب أضاف دول الناتو الثلاثون أوضحت أنه إذا اتخذت روسيا خطوات ملموسة لتقليل التوتر فنحن مستعدون للعمل على تعزيز تدابير بناء الثقة. المصدر معانا كان من RT. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا يعني كان آخر ما حدث بين موسكو وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، يعني المشاكل دي بخصوص أوكرانيا، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والملياردير المصري نجيب ساويرس يتجه لبيع حصته في هذه الشركة. وقالت شركة البث الأوروبية المتعثرة يورو نيوز إن الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي يملك الحصة المهيمنة فيها يتجه لبيع حصته لشركة ألباك كابيتال الاستثمارية البرتغالية. وتعاني أورو نيوز التي تأسست في أعقاب ما حدث في الخليج عام 90 لتكون CNN أوروبية من هبوط في عائدتها الإعلامية. يورو نيوز قالت إن الباك ستحوز بموجب خطاب نوايا الحصة المملوكة لشركة ميديا جلوب نتوركس القابضة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها والمملوكة لساويرس، وهي الحصة التي تبلغ نسبتها 88% من الأسهم بمبلغ غير معلن. مايكل بيترز الرئيس التنفيذي لأورو نيوز قال إنه يجب إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، وستبقى الحصة المتبقية ونسبتها 12% من الأسهم في أيدي تحالف من شركات البث العامة والسلطات المحلية.
مثل فرانس تيليفيجن وشركة REA الإيطالية ومؤسسة أبو ظبي للاستثمار الإعلامي. واعتادت أورو نيوز أن تكون مملوكة لتحالف يضم القنوات الأوروبية المملوكة لعدد من الدول قبل أن يهيمن عليها ساويرس عام 2015. وصرح بيترز بأن هذا الرقم يمكن أن يتغير في الوقت الذي تعتزم فيه أورو نيوز زيادة رأس مالها لجمع تمويلات جديدة. الرئيس التنفيذي أفاد بأن مبيعات أورو نيوز من الإعلانات هوت بنسبة 40% في عام 2020 في أعقاب ما حدث، وأن الشركة سجلت 16 مليون يورو خسائر في ذلك العام. وتتوقع الشركة التي تتخذ مليون مقرا لها خسائر تتراوح بين 13 و14 مليون أورو في 2021، وأن يبلغ إجمالي عائدها 62 مليون يورو. وبيّن بيترز الذي سيترك منصب الرئيس التنفيذي لأورو نيوز ليصبح رئيسا للشركة إنه يتوقع أن تتراجع الخسائر السنوية إلى نحو 8 ملايين دولار في عام 2022 بسبب تدفقات جديدة من العائدات التي ترجع إلى اتفاقات امتيازات تجارية وشركات. المصدر معانا كان من رويترز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الداخلية المصرية بشأن تفكيك شبكة إخوانية. الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة إنا في صعيد مصر ألقت القبض على 4 عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم موظف بشركة المياه والصرف الصحي. ووردت معلومات سرية بقيام بعض عناصر التنظيم بمحافظة إنا بتصعيد نشاطهم دينيا وتنفيذهم لمخططاتهم. قاموا باختيار محمد عين ميم الموظف بشركة المياه والشرب والصرف الصحي بقيادة المجموعة، ومعه عبد الرحمن ياء حاء محاسب ومحمد حاء مدرس لغة إنجليزية بإحدى المدارس الخاصة بمدينة إنا، وأحمد عين ألف عين المحاسب بالوحدة المحلية لمركز مدينة إنا. تضمنت التعليمات تفعيل دورهم الإعلامي بأماكن عملهم في بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتدقيم الأزمات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها من وسائل الإعلام الشخصية، وإثارة المواطنين للخروج والمشاركة في المظاهرات. وانتهت التحريات إلى قيامهم باستغلال الأزمات الداخلية والخارجية وتنظيم ندوات ببعض المراكز الحقوقية الدولية يتناولون فيها كذبا تعرض قيادات العناصر الإخوانية، والتسويف للمشكلات الفئوية وتضخيمها من خلال صفحاتهم مثل غلاء الأسعار والمشاكل الجماهيرية. المصدر معانا كان من أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم ونقلت لكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. وكان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، وكان أيضا معنا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.